السلام عليكم، محمد زيدان هنا. والنهارده انا هتكلم معاكم على افضل ابلكيشن انا بستخدمه في دبي. رايي احسن ابلكيشن هنا ابلكيشن اسمه ذا انترتينر. الابلكيشن ده اجمد حاجه في الدنيا بصراحه. في اماكن اكل كتيره جدا، ملاهي، اكتيفيتيز. فكره ان هي 2 فور 1، يعني مثلا انت وواحد صاحبك جبتوا طبقين مثلا ستيك وستيك، تدفع باي 1 جيت 1 فري من الاخر. يعني الابلكيشن ذات نفسه سنوي، تشتري كل سنه حوالي ب 750 درهم بس. انت كميه السيفنجز او كميه التوفير اللي بتوفرها من الابلكيشن ده، حتى لو انت مثلا جاي لك صحاب او انت وواحد صاحبك بتنزله، او انت وخطيبتك انت ومراتك، غير طبيعيه. تخيل انت مثلا لما تدفع مثلا في مطعم 100 درهم، لو هتجيب 2 مين ديشز هتدفع 50 درهم. قيس بقى على كده كل حاجه. فيا ريت تقولوا لي لو انتوا في ابلكيشن تاني بيساعدكم توفروا فلوس في دبي، اكون سعيد قوي لو حد ساب كومنت. وزي ما انتوا شايفين انا جربته في كافيه باتيل النهارده في دبي مارينا. جبنا 2 بريكفاست كورسز، طبعا الدرينكس ما بتتحسبش، هو بيحسب لك المين كورس اللي هو كان تكلفته حوالي 45 درهم للطبقين. فبتدفع دايما بتدفع ارخص واحد، يعني انت لو جبت مثلا طبق ب 40 طبق ثاني ب 60 دايما بيحسب لك الاقل هو البلاش، يعني بتدفع 60 تاخد ال 40 ببلاش. فعشان كده دايما حاول لما تستخدم العرض ده جيب حاجتين غاليين عشان يبقى العرض يعني قيم، ما تجيبش حاجه غاليه قوي، حاجه رخيصه قوي مش هتبقى مفيده جدا يعني. فبس يا رب الفيديو ده يعجبكم، ويا ريت تقولوا لي لو عايزين اعمل ريفيو لاي ابلكيشن تاني في دبي، او انتوا عايزين ايه قولوا لي اعمل لكم ايه واعمله. بس شكرا.